حاجه وبركاته، معاكم ايمي كامل او محمود كامل. النهارده يا شباب تحدي الضحك مع ملك اخويا الصغير، بس عايز اقول لكم ان هو تعبان ومريض يا عيال. يعني من ساعه الفيديو الاخير اللي عملته معاه مريض يا عيال، فكحف الفيديو، عطس الفيديو، عمل اي حاجه ولا كانه موجود يا عيال. ماشي، فقبل ما ابدا المقطع يا شباب بتمنى من كل واحد قاعد بيتفرج على المقطع ده انه يصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. اتحداك تخرج من الفيديو بتاع النهارده وانت ما ضحكتش عزيز عزيزتي المشاهد ولا ضحك. انا عايزك بس تكتب لي تحت في الكومنتات انت ضحكت كام ضحكه. انا ومالك قدامنا ثلاث ضحكات بس. مالك انت ليك ثلاث ضحكات بس، ثلاث ضحكات. ثلاثه، لو ضحكت ثلاث ضحكات طول ال 20 دقيقه عايز اقول لك يا مالك ان يو ار فينيشد، هتخسر، اعتبر نفسك ميت. تمام، وانا نفس الكلام. لا لا ليا ثلاث ضحكات كده، ما بضحكش كتير. ما بيضحكش كتير يا عيال. لا يا عيني حزين، انت كده كده خسران خسران. يا عيال يعني طول عمره حزين يا عيال، ما بيضحكش كتير. بس بقول لكم يا جماعه تحدي الام كامل. ايوه النهارده لو انا كسبته هيشتري روبوت في ام في بي بلس 5 بيكسل. طيب هو يا عيال اتحداني، لو هو اللي كسبني هيشتري له روبوت ام في بي بلس بلس، وانا لو كسبتك ها وصلوا المقطع ده كام لايك؟ 50,000. 50,000 لايك. لو عايزين نعمل جزء تاني انزل اضغط لايك على الزر اللي تحت ده وبوم، بعد كده على كلمه الاشتراك الكلمه الحمراء او سبسكرايب دوس عليها وفعل زر التنبيهات عشان بتساعد ان انت تنشر المقطع ده في كل مكان بزرار اللايك بتاعك. ويلا خلينا نبدا. لايك يا شباب بنات، وزي ما انتم شايفين سانكيز بريس كرافت فور ذيس فيديو اند احلى لايك. حطوا لايك يا عيال، خلوا لونه اسود كده، احلى سبسكرايب، احلى سبسكرايب، واحلى ايه كمان؟ تفعيل الجرس. ايوه يا عيال زي ما انتم شايفين عنده 5,000 مشترك، احنا عايزين يبقى عندنا 5,555,000 مشترك. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، خلونا نشوف بورس كرافت عمل ايه في فيديو النهارده، ونشوف هل هيضحكنا النهارده ولا لا. ده اللي احنا هنشوفه. 3 2 1. بدأنا كده زي ما احنا شايفين بورسي ومعاه واحد صاحبه الماينر اللي هم تقريبا بيجمعوا حاجات من الكهف زي ما انتم شايفين. ايوه هم بيجمعوا من الكهف يا عم اساطير. اوكي والله يا عيال اساطير، شوفوا عندهم يا عيال، حاسس ان هو يقف في الغابه معرفش ليه. اوكي اوه يا عيال عايز يعمل زيه، عايز يركب قطار زيه. صاحبه خد القطر ومشي. يلا هو حاسس ان صاحبه هيوقف اللافا. لا يا عم مش معقول. اوه ماي جاد، قلت لك هو هيموت في الحالتين. اوكي بس 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 ضحكت والله ضحكت والله ضحك. شباب اكتبوا لي تحت في الكومنتات والله ضحك. انا قلت قلت لك ان هو هيموت في الحالتين. ماشي بس ما ضحكتش. ماشي طب العب خلاص يا عيال. تاني حاجه باد جيرل او البنت السيئه، مين اللي ممكن تكون سيئة. مين اللي ممكن تكون بنت سيئه؟ اتوقع ان هو متجوز يا عيال، بورسي كرافت متجوز. تمام خلينا نشوف. انا حاسس ان هو ستيف او فضائي. استنى بس خلينا نشوف. زي ما انتم شايفين يا شباب جمع اغراضه طول النهار، يعني تعبان وجايب ده. ايه ده الجو ضلمه ليه كده؟ اوكي بيشغل النور. اوه ماي جاد يا عيال اللي مش فاهم. اتوقع ان دي مراته وده واحد يعني غريب، فاهمين ازاي؟ فالمعنى من كده ان هي خاينه ووحشه وبات جيرل فعلا مش كويسه يا عيال. شفتوا قفش اتقفش كده اتقفش كده. ايه ده انت ضحكت اول ضحكه. واحد واحد صح؟ لا مش واحد واحد، 1-0. ماشي يا مالك. يلا تاني حاجة بروكن بوشن أو البوشن المكسور يا عيال، أو اللي هو العلبة بتاعت البوشن المكسور. كسر البوشن. والله العظيم يا عيال أحسن مني في. خلاص يا بقى خلاص كمل أنت المقطع يا مالك. أوكي زي ما أنتم شايفين بيفتح كرافتنج تيبل عشان نشوف الووتر بوتل اللي موجودة جواها. أتوقع دي يا عيال اللي بيصنع منها البوشنات السحرية. طبعا مالك بيكح الحمكم الله مالك. زي ما أنتم شايفين يا عيال خد فودكا. فوتيكا ديت يا عيال اتوقع ان هي مشروب سيء. جين تاني جين. طب ايه يا عيال دي؟ اتوقع ان دي مشروبات سيئه سحريه سيئه كده مش عارف. حصل ايه ده هشرب؟ لا ما تقوليش هيشربها للحصان. لا ما شربهالوش. اوكي تقريبا يا عيال هو في خطه في دماغه وعايز يعملها، انا مش عارف ايه هي الصراحه. شكله هي اوكي هيحاول ان هو الماينر اهو. اوكي لا ده الماينر ولا صديقه النوب، لان في اتنين النوب يا عيال ده النوب. اوكي خلونا نشوف هيعمل ايه مع صديقه النوب. جايب له حصان وحاطط هناك ادوات مش سيئه يعني مشروبات سيئه في البتاع. اوكي اداله صندوق فيه ايه؟ رايزن جامب بوست، رايزن فوديكا. اتوقع فوديكا ده يا عيال مشروب خمر او حاجه مش كويسه يا عيال اللي هي بتخلي الدماغ. لا افتكرتها. ياب فوديكا. ايوه مشروب خمر. ايوه خليها. استنى ده هيخليه ينط. ما تقوليش هينط بالحصان يعني مش معقول. لا ايه ده؟
او ماي جاد. ايه ده؟ شرب مشروب، بص شرب مشروب سكر او مشروب وحش وحرام يا عيال في الاسلام عندنا طبعا، حرام المشروب ده. فطبعا يا شباب المشروب ده هو شربه لانه هو طبعا مش مسلم اتوقع، فشربه يا عيال. وبعد كده لا مش شرط يكون مسيحي عشان يشرب حاجه زي كده. فزي ما انتم شايفين يا عيال هو شرب البوشن على طول، وعلى طول شرب البوشن خده ونط في البتاع غصب عنه لانه اصلا مش في وعيه، فاهمين ازاي؟ يلا نكمل، خلونا نكمل نوب تراب. اوكي خلونا نشوف يا عيال نوب تراب. التراب بتاع النوب. خلونا نشوف الفخ بقى ده ايه اللي هيعمله بقى. يا ترى الفخ ده يتعمل في بورسي ولا في صديقنا النوب ذات نفسه؟ خلينا نشوف دلوقتي. اوكي خلونا نشوف. يلا بسم الله يا عيال، زي ما انتم شايفين. انت بتقول ايه، البورسي ولا النوب؟ انا النوب. انا بقول البورسي. طب يلا نشوف يا عيال، زي ما انتم شايفين. اوكي فتح عيال، ده عامل مكان سري، مقر سري، والله ان النوب ده اسطوري. لا مش باين من بره، ما كانش باين. الليفر هو اللي كان باين بس. ايه ده هيعمل ايه؟ هيقفل عليه؟ لا كنت عارف ان هو هيقفل عليه، بس هو معاه ترش في الاخر هيموت من كريبر. لا لا هنشوف القصه. اوكي خلينا نشوف. ايه ده سجن؟ مين مسجون هنا؟ هاي مين مسجون في المكان ده يا عيال؟ لا ما تقوليش ده مات. ده حدش اتوقع ان النوب بيحبس الناس هنا ما بيخليهمش يطلعوا. جو باك اور اي ويل كيل يو، بيقول له عد للخلف ولا يقتلك. بيقول لك لو ما مشيتش من هنا انا هقتلك. اوكي خلونا نشوف. ايه ده؟ ايه ده؟ وات ذا هيك؟ قلت لك هيموت من كريبر، قلت لك. اقسم بالله لا لا. اوكي الحمد لله مسكت الدعكه يعني. بص على الاخر على سنه كده. اوكي انا 1-0 يا عيال. مش انا قلت لك هيموت من كريبر؟ مش انا قلت لك. زي ما انتم شايفين صاحبنا بورسي بيجمع شويه ايرون بقى كده، اساطير يا عيال. شغل شادر. مش شادر، لا ده هو التورش فيها بتاعة تتعمل في الاعداء. اسمعني انا اعرف ماين كرافت اكتر منك، انت لسه صغير. بقول لك ايه، انا بقالي سنتين بلعب ماين. خلاص اوكي الله يرحمه. الله يرحمه يا عيال. عايزكم تكتبوا لي تحت في الكومنتات الله الصحه ولا مالك يا عيال، دي بتتعمل في اعدادات ماين كرافت وبتقدر انك تخلي التورش تنور وهي انت ماسكها في ايدك. وهو بيقول عليها شادر يا عيال، هي مش شادر. انا لا ده يبقى كده ريسوس باك ولا ريسوس باك. اما تخلص الفيديو هخليك تعمل. يا عيال بتقعدوا على الانستجرام بعد المقطع على طول هعلمكم ازاي تعملوها. يلا خلاص محدش هيجي لك. لا بيقول لي محدش هيجي لي، ده كلهم هيجوا على الانستجرام بعد ما هتشوف. هتشوف. اوكي عاد صح، ما انت تقريبا 100,000 يا بي عيال. كلكم تعالوا على الانستجرام بتاعي بنزل ستوريات هناك وحاجات جميله. زي ما انتم شايفين نايت هارفست. نايت هارفست يعني ايه يا مالك؟ بما انك واد انجليشر كده. هارفست ايوه تقريبا اهبد. ايوه اهبد ليه؟ لا ليله القلب الميت تقريبا. اوكي يمكن يا عيال عنده حق فعلا، ليله القلب الميت. اوكي في سكيلتون هناك واقف ما بيتحركش، ثابت ثابت نهائي ما بيتحركش. لا لا يا اخي شباب، مين حصل مع الموضوع ده في ماينكرافت؟ اكتبوا لي تحت في الكومنتات. انا حصلت معايا اكتر من 100 مره. تخيلوا كده قاعد بتجمع. انا حصلت معايا بس في الكرافتنج بقى. انت عارف حصلت معايا امتى؟ وانا بلعب هارد كور، يعني كنت بلعب بقالي بتاع اسبوع ولا حاجه ومعايا اغراض. إيه؟ كريبر جه يعلم عليا في مره. ايه انا كنت قاعد ماسك الكرافتنج، قاعد بعمل بيكاكس بتعمل وتلاقي الكريبر من ورايا. ايوه لا اله الا الله. اوكي خلونا نكمل. زي ما انتم شايفين بورسي عيال ومعاه صاحبه، اتوقع ده صاحبه طبيعي كده زي انا ومالك يا عيال، بنحب ان احنا نلعب سرفايفل وكده. زي ما انت شايف هو ده مالك بقى. والله شبه مالك يا عيال، شوف بيعمل نفسه اسطوره كده وبيتحداني يا عيال، يفضل يمشي قدامي وفي الاخر واحد هيوقعه. اوعى تزقه، اوعى تزقه. لا هيوقعه انا حاسس هيوقعه. لا انا عمري ما عملتها في مالك. شوفوا مالك لعب معايا قد ايه، عمري ما عملتها معايا، هو اللي بيعملها معايا الصراحه يعني عشان نكون صريحين. خلونا نشوف. لا عم من امتى؟ من امتى؟ لا يلا نشوف يا عيال، زي ما انتم شايفين لحد دلوقتي 1-0. يا رب يخسر، يا رب ده فيها ام في بي بلس بلس. يا رب يا رب يا رب ضحكه صغننه حتى. $50 انت بتقول ايه؟ يا رب يا رب يا رب. لا يا رب. او مش ب 50 يعني ب 32. خلونا نشوف بقى يا عيال دلوقتي زي ما انتم شايفين. اوه النوب هيوقعه. لا هيردها فيه، هيردها فيه، هيوقعه. بيردها فيه، بيردها فيه. معاه ووتر، معاه ووتر، معاه ميه في الانفنتوري. يا ابني اظبط يا ابني اظبط كلاتش ووتر يا ابني. ايه ام جي يا عيال يعمل يحط الووتر باكت تحتيه كده مش هيموت على فكره عشان تبقوا عارفين. زي ما انتم شايفين بياخد السوفر خرفان اللي موجوده هنا. اتوقع هيعمل بيه. انت مش ملاحظ ان في خروف طلع له ثلاثه مره واحده؟ ما عادي، ما تقريبا الخرفان بتطلع عشوائي لان لا 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 الشيرز في تقريبا. لا ما فيهوش تطوير، ما فيهوش. لا بيدبل السوف. لا لا يا لهوي على الحظ السيء. يا عيال فعلا حظ وحش. تخيلوا ان هو كسر بلوكات الجرافل اللي هي المفروض ما ينفعش تكسر. يور باد لوكي مان، يور باد. اوكي نوت واي. اوكي مش الطريق ده اتوقع. اوكي خلينا نشوف.
فلينت، معاه فلينت عند ستيل، وتوقع ان الولد ده عيال منظم دي جدا. دفاية دفاية. لا دقيقه دقيقه، ازاي النار هيولع جنب الخشب؟ هيولع في الخشب في البيت. هيولع. بص يا عيال، هنا هنا ده خشب، شايفين ده؟ لا هنا ده، شايفين ده ديت؟ لو كانت ستون كان مش عادي، مش هيولع. انما زي ما انتم شايفين خشب جنب النار على طول، فده هيلقط في ده البيت كله شيت، والبيت كله تقريبا صوف، صوف وشيستات. البيت كله صوف وخشب. او ماي جاد، يو ار ديد ماي براذر. خلاص خلاص بيتك بوم، انسى بيتك، انسى. بص هيبص ورا، هيبص ورا، هيلاقي البيت بيتحرق. ايوه انا حاسس كده برضه، والله العظيم الواد ملك بيتوقع زي مخرج. مخرج يعني راح يجيب حاجه عينه، يجي يبص على البيت مش هيلاقي البيت، هيلاقي البيت عباره عن فحمه. ايه ده؟ بيت ما تولعش. ايه ده؟ دي عيال بيت ما تولعش. وات؟ قالوا ازاي؟ هنشوف هنشوف. راح يجمع خشب، اتوقع ان هو راح يجمع خشب. ايه ده؟ ده بيعمل ايه ده؟ ده هيطلع على الشجره. بيفكر في ايه ده يا عيال؟ يا ابني يا ابني، انت 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 مخك ب 2 جنيه ونص. بيتك هيولع يا حبيبي. بابا بيتك هيولع. لا ثواني، هو مخه ب 2 جنيه ونص، قاعد بيكسر الشجره بالليدر. مش عارف فعلا والله، ومعاه اكس في ايده ايرون على فكره. ايوه هو معاه مخه ب 2 جنيه ونص. استشوف بيت هيولع. البيت ولع، البيت ولع، البيت ولع. انا مش عارف الصراحه محمود، البيت ولع. خلينا نشوف. لا البيت ولع من جوه، ده اللي انا حاسه. خلينا نشوف خلينا نشوف. اوكي حط الاغراض بتاعته تاني عالي. تتوقعوا، بص اكتبوا لي تحت في الكومنتات، تتوقعوا البيت ولع ولا لا؟ ايه ده؟ البيت ولع، شفتها البيت. أوه. ولع اهو. البيت ولع. لا احنا مخرجين، لا لا يا عيال لا. يا ليهوي. اوكي يا عيال انا ما ضحكت. اوه ضحك، والله ضحكت. ماشي ماشي عادي عادي. وانا الصراحه ضحكت الصراحه. انت مش سمعت كده؟ ابلع ابلع 2-1 ابلع. انا كنت بحاول اخبي عيال بس قلت حرام الصراحه يعني. انا هكسب النهارده يعني، هكسب ماليش دعوه. مش تكسب، يلا خلونا نشوف يا عيال. زي ما انتم شايفين ايرون بيكاكس وقاعد بيجمع الليدر اللي موجوده تحت في الماين شافت عشان يقدر ان هو مثلا يعمل قطار في البيت عنده. هيقع في لافا؟ لا ما اتوقعش ان هو يقع في لافا، اتوقع ان هو هيعمل فخ غبي لنفسه. مش عارف، لا هيقع في لافا. ده وقع حد في اللافا، وقع في اللافا. مش قلت لك؟ والله العظيم اسطوريه جدا. بقول لكم اكتبوا لي اسم حد من اليوتيوبر عايزين نعمل فيه. هو تلاقيهم سايبينه اصلا. اكتبوا لي اسم يوتيوبر عايزين تعملوا فيه الفخ دوت وانا اعمله لكم، اخليه بيعمل معايا مايننج وانزل اب بعده وقوم يا عيال مكسر البلوكات وخليه ينزل على اللافا على طول. الله يرحمه. مين؟ الله يرحمه. مين؟ بلانت. خلصان، هنعمل عيال فخيره في بلانت. يلا اكتبوا انتوا اسماء برده تحت في الكومنتات، الاكثريه هاخد بالاسم بتاعهم. يلا زي ما انتم شايفين هم قاعدين. يا جماعه اكتبوا كلكم تحت بلانت. ده بقى انا ومالك يا عيال، والله ده انا ومالك. انا ومالك اللي بنحب بنروح نسرق بيت الحدث وفي الاخر بناخد على دماغنا. يلا خلاص اهو خدنا على دماغنا كده زي ما انتم شايفين. معوش اي حاجه في الشيست، الشيست ما فيهوش غير كاب ويب وشويه زباله ولا اي حاجه. خلاص بس شوف ايه اللي هيحصل. خلونا نشوف مع وودن سورد. طيب هيعمل ايه يا ترى يا عيال؟ هيقتل صاحبه، هيقتل صاحبه. لا مش معقول، لا كريبر هيهجم على صاحبه. لا ثواني ثواني ثواني، انت مش ملاحظ حاجه؟ على فكره هم مفيكين. اسكت، سيبك من هما فايكين. تخيل بص، ده فتح، ده فتح الباب للكريبر. اي فتح له وقفل عليه. او ماي جاد، او ماي جاد، اكت من الضحك. قبلكت من الضحك. لا ثواني انا اقول لك ليه ان هما مفيكين. ايوه لان الكريبر ده مش حقيقي. الكريبر كان واقف هناك. ايوه مش حقيقي. بص اللي هو بيلف وشه. بص 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 على اللقطه، عيال بص على اللقطه. فتح له الباب، ادخل عمو الكريبر، اقفل الباب. قفل الباب. انت كتمت الضحكه ولا ابوك بان؟ لا لا قول الحقيقة. لا ما كتمتهاش. لا قول الحقيقة. يعني بنت تبقى كده 2-2؟ لا ما بنتش. لا لا 2-2 2-2 خلاص يا عم. انا اصلا ما ضحكتش. لا 2-2 والله سمعت. طب على فكرة انت ضحكت. انا كنت كاتم الضحكة. ماشي وانا كتمتها. لا ماليش دعوة. 2-2 كمل يا عيال. والله كتمتها. لا ماليش دعوة والله كتمتها. لا ماشي العب. زي ما انتم شايفين يا عيال طلع لهاي جراوند. انا مش عارف هو عايز يعمل الصراحة. اتوقع ان هو عايز يعمل ايميل جي، لان زي ما انتم شايفين هيعمل كلتش ووتر باكيت وفي الاخر هيبلع. اوكي وصل ل 200 256 بلوك. 50 بلوك ده عايز اقول لكم خلاص كده. لو لاعب ماين كرافت عادي ونط كده يو ار ديد ماي براذر. تخيل هو وينط اللي هو يعني الا مالك وانا برضه عشان اقول لك ليه. انا بعمل ايه ده؟ 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 ايه ده كله؟ بقول لك ايه، في الاخر هينزل وهيقوم واخدهم وهيقوم بالع، وفي الاخر هيحط المايه غلط. ما حطش مايه، ما حطش مايه ولا خدهم ولا انت ضحكت. والله ضحكت. مضحك كده انتهى، كده انتهى. 2-2 يا مالك. الكاتمنتين بواحد بوينت. 2-2 يلا عايز زي ما انتم شايفين. اوكي بالله.
زي ما انتم شايفين قال الخروف قصدي مالك الخروف سوري الخروف مالك برضو خروف يا عيال بياخده وشده بالحبل وعايز يوقف الحفرة. طبعا يا عيال اتوقع ان الخروف ما بيتشدش لا اتشد يا عيال. او ماي جاد او ماي جاد انا بحسب الخروف هيلف حوالين الحد كده. عايز يلعب بالخروف يا عيال. ايه لا الله يرحمه الله بيلعب بالخروف موته الله يرحمه. ايه ده انت كاتم بوقك ليه؟ ولا شيل ايدك من على بوقك يلا شيل ايدك من على بوقك. انت اللي بتضحكني اعمل لك ايه؟ ما ماليش دعوه انا ما ضحكتوش يا عيال خلوه يشيل ايده من على بوقك. لا والله لما قلت لا استنى لما قلت الخروف مالك ضحكتني. طب ماشي بس زي ما مش هعتبرها ضحك الضحكه لما الفكره تخلص. يلا خلينا نشوف يا عيال زي ما انتم شايفين كده سكيلتون بص للحيطه. اوكي خلينا نشوف السكيلتون ده فيكنها. اوكي خلينا نشوف يا مالك على فكره في حاجات زي كده طبيعيه مودات خلينا نشوف بس واقف كده ليه. اوكي طب هو يا عيال تتوقعوا السكيلتون واقف ليه كده؟ هل مثلا حبيبته سابته ولا هل مثلا ضاع منه 5 جنيه؟ في الاخر هيرجع في وشه هيقوم مديله فين ولا زعلان عشان هو ما عندوش لحم. اوكي بص له بصه. اوكي بدا يضربه الله يرحمه. قلت لك هيقوم مديله في قفاه الله يرحمه يا عيال. ده اللي معانا ده الله يرحمه يعني صاحبنا ده كده خلاص السكيلتون طالما مسكه انبوت على طول تن تن تن. اوكي ده اتوقع ان هو هيرزبن عيال اللي هم الايس مان اللي هم عيال الرجال بتوع التلج. وطبعا كل سنه وانتم طيبين وسنه سعيده عليكم السنه الجايه 2022. ميري كريسمس جايز. ميري ماشي اوكي يخرب بيتك بوظت اللغه الانجليزيه. الانجليزيه شو هو بيقول لي الكليشيه وانا بقول له ميري كريسمس. يلا يا عيال ولا كاننا احنا موجودين. يخرب بيتك. اوكي زي ما انتم شايفين مسك اللي هم الاربعه رجال التلج وقاعد بيمشيهم في العالم عايز يتلج العالم حرفيا. لا ده داخل بيهم الصحراء يا عيال اتوقع ان هم في الصحراء بيسيحوا. واو صح؟ لا بيموتوا في الشمس. صح؟ او ما يلمسوا الرمل بيموتوا من الشمس. او ما يلمسوا الرمل هيموتوا اتوقع. ياب بيموتوا من الشمس. الله يرحمه مثلا. لو ادوهم فاير ريزيستن او حاجه كده تحتيهم مش هيموتوا. ايوه فاهم فاير ريزيست اللي هو بتاع النار يا عيال. لو انك لو اتحرقت اللي هو ما بيدمجكش. اي اف كي واحد كانه عامل اي اف كي يا عيال. بصوا ده حرامي هلبسه في بدرو. ده حرامي يلا عايز يسرقه. استنى هو عامل نفسه اي اف كي عشان يشوف الحرامي اللي في السيرفر. اوكي لا لا حرام هيفجر امه حبسه في وسط التحتي. تخيلوا لو عمل اي حركة يمين او شمال بوم. محمود اسكت ما تضحكنيش يا عيال الله يرحمه. شوف بيوصل له ازاي بيعمل له وصلة تو اند جير يا عيال. او ماي جاد او ماي جاد. لا الولد ده مش هيفرقع ده هو مات موت شنيعة الله يرحمه. عشان كده يا عيال لو انت بتلعب في السيرفر مع اصحابك اوعى اياك تسيب الحساب وتطلع. يا اما يقتلوك ياخدوا اغراضك يا اما لا انا الا اقول لك اللي بعمله هيحطوك في فخ. اول لما اكون في اي اف كي اعمل على طول اكزيت واطلع بره السيرفر. نطلع على طول ما تقعدش في السيرفر يا كبير. انا زي انا ومالك كده. اوكي قاعد مع ايرون بيكاكس. اوكي بيعمل ايه بيه بقى؟ اوكي قاعد بيكسر بيه. اوكي اتوقع ان هو هيلاقي حاجه غريبه او حاجه جديده علينا يا عيال. صاحبه بيكسر ولا دايموند بس مش عارف يكسره لان اتوقع بيكاكس معاه دي البيكاكس. اها لا اتوقع ان هو هياخدهم منه كده صاحبه هيتقهر. لا هيقوم مديله بيكاكس. خلينا نشوف هيديله بيكاكس ليه طيب؟ بيقول له كسر انت. لا 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 هو بيقول له كسر انت عشان هو ما معهوش بيكاكس يكسر فهيكسره على هيقوم قتله بجد والله. يلا انا حاسس انا حاسس بيبص له كده ليه؟ او ماي جاد يا رب استرها. اوكي في دايموند تاني هيقع في لافا. لا يوم على الفخ يوف يا الفخ. شباب انا هعمل فخ ده في مالك. لا ما انا قلت يوف على الفخ ما ضحكتش. هما يكتبوا لك تحت في الكومنتات ما ضحكتش والله. ماشي اوكي عايز زي ما انتم شايفين معاه اوبسيديوم عايز في الاخر مش هتكفي وهيقوم بقول لك بلوك هتتحط غلط. لا انا حاسس اول ما يدخل هيلاقي نفسه في لافا. شوف هي البلوكات كلها صح ما مالي غلط. لا لا انت ليك فرصه انت توقعت وليك فرصه وخلاص ما تتكلمش يا عيال. اتوقع ان هو اول ما يفتح النظر يا اما هيلاقي بيج مانات كتير يا اما يقع في اللافا. انتوا اكتبوا تحت في الكومنتات. انا اتوقع ان هو يقع في اللافا. هيضربه. اتوقع ان هو ينزل في مكان غريب او مكان غبي كده شكله غبي. فاهمين ازاي؟ لا ده فيكم فيكم
يا عيلة، يعني عمر ما كريبر دخل عمر النزر ما عشان كريبر يبقى في موجود النزر في النظر بالطريقة 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 الولد بقى بالطريقة لغة دي. عربية فسحة مثقف. بس شو رايك صوت المقطع؟ اتمنى يكون مقطع النهارده عجبكم الصراحه، يعني احنا متعادلين يا عيال، بس في حد فينا غش يا انا يا مالك، فانا عايزكم تكتبوا لنا تحت في الكومنتات مين الغشاش فينا، انا ام كامل رقم واحد ولا مالك رقم اتنين يا عيال؟ تكتبوا تحت في الكومنتات كلكم رقم واحد. لا يا عيال اتوقعوا انتوا تحت في الكومنتات، لان دي فيها رتبه ام في بي بلس بلس. وبس شباب اشوفكم المقطع الجاي على خير الله، اتمنى تكونوا استمتعتوا بمقطع النهارده. لو عايزين تحديات زي دي كتيره وصلوا المقطع ده 50,000 لايك. ايه ده؟ شايف كميه بس سلام. شفتوا يا عيال وعملها ازاي؟ لا مش حلوه صح، مش حلوه. تعال نخش احنا المزرعه. بص يا مالك انت مكانك هنا، المفروض اجيبك هنا تقعد هنا زي البقره. اسمي محمود. اوكي يا عيال، فبس شباب اشوفكم المقطع الجاي على خير الله، وسلام سلام يا شباب، مع السلامه. ليك مليون جيش لا يخاف من الحروب، محبوب من الصغار عشان كده خاطف القلوب. ليك مليون احنا سوا عيلة مش جمهور، بيكو بنصنع المتعة بنعمل من الضحكة فنون. ليك مليون.